العربية تدخل قلب خان يونس وتوثق المواجهات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حماس. بايمين أخونين صوت مخبلي حماس. نتنياهو يعلن استسلام العشرات من الحركة، وحماس تقول إن إسرائيل لا يمكنها استعادة محتجزيها دون إحياء مفاوضات. للمرة الثانية قصف إسرائيلي يستهدف مركزا للجيش اللبناني، ويونيفل تحذر من استخدام مواقعها لشن هجمات. توتر جديد في بحر الصين الجنوبي، الفلبين والصين تتبادلان اتهامات بشأن اصطدام سفينتين. طاب مساؤكم وأهلا بكم معنا في الساعة الإخبارية الأولى من العالم ليلى. وفي تفاصيلها، حصلت العربية على صور خاصة لاشتباكات في شارع جلال وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. نتابع. نشرت حركة حماس مشاهد جديدة قالت إنها لاشتباك عناصرها مع الجيش الإسرائيلي في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة. بيّنت المقاطع تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية بقذائف الهاون. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في غزة ستستغرق وقتا، معتبرا أن هذه بداية نهاية حماس. دعا نتنياهو مقاتلي حماس إلى الاستسلام وعدم الموت من أجل قائد الحركة يحيى سنوار على حد تعبيره. خلال الأيام الأخيرة استسلم العشرات من إرهابيي حماس لقواتنا، إنهم يلقون أسلحتهم على الأرض ويسلمون أنفسهم لجنودنا البواسل. الحرب ستستغرق وقتا وهي في أوجها، لكن هذه هي بداية نهاية حماس. أقول لإرهابيي حماس: انتهى الأمر، لا تموتوا من أجل السنوار، استسلموا الآن. بدورها قالت كتاب القسام إن إسرائيل لا يمكنها استعادة محتجزيها في غزة دون مفاوضات. أعلنت في بيان لها عن تدمير 180 آلية عسكرية إسرائيلية جزئيا أو كليا خلال 10 أيام منذ استئناف القتال في القطاع. أضافت كتاب القسام أن عناصرها مستمرون في التصدي لتوغلات القوات الإسرائيلية وفي كافة المحاور بشمال ووسط وجنوب غزة، مشيرة إلى أنها نفذت ضد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة عمليات نوعية أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود الإسرائيليين. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع أعداد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة لنحو 18,000 قتيل، فيما أصيب أكثر من 49,500. بدورها أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن الحصيلة تشمل 297 قتيلا وأكثر من 550 جريحا سقطوا خلال الساعات 24 الماضية. من جانبه، أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور عبد الجليل حنجل، أكد للعربية على أن الخدمات الصحية في شمال ووسط غزة هي حاليا خارج الخدمة. شمال ووسط غزة خارج الخدمة الآن كمستشفيات، وللأسف لا يمكن الوصول إلى أي مستشفى بسهولة ولتقديم الخدمة للإصابات الخطرة
تحديدا، نحصل على معدل من 70 الى 100 شاحنه يوميا من معبر رفح تدخل عن طريق الهلال الاحمر المصري وتسلم للهلال الاحمر الفلسطيني، نقوم بتوزيع جزء منها والاخر يتم توزيعه من الوكالات الامميه. نذهب الان الى غزه، معنا من هناك مراسل عربيه خضر الزعنون. خضر مرحبا بك معنا، ما الذي يجري الان؟ اين هي المعارك ومحاور الاشتباك حتى هذه نادين. الساعه اهلا خضر. نعم، يعني فيما يتعلق بالاشتباكات هي تدور في المناطق الشرقية وأيضا المناطق الشمالية، تحديدا في هذه الأثناء في مدينة غزة وتحديدا بالقرب من مربع مسجد فلسطين وهو في حي الرمال الشمالي، حيث تدور معارك وأيضا اشتباكات بين عناصر من كتائب القسام وأيضا الجيش الإسرائيلي الذي يتوغل منذ عدة أيام في هذه المنطقة وسط تغطية نارية سواء من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تشن بين الفينة والأخرى غارات وأيضا قصف بالمدفعية والدبابات الإسرائيلية، فيما المقاومون الفلسطينيون يقومون بتفجير عبوات ناسفة وأيضا يطلقون القذائف سواء قذائف الأربيجي أو قذائف الياسين من نوع 105 على الآليات والحشود العسكرية الإسرائيلية. أيضا في المناطق الشرقية وتحديدا في حي الزيتون وحي الشجاعية، هذين الحيين أيضا يعني يشهدا عملية توغل للآليات العسكرية الإسرائيلية أيضا منذ عدة أيام، وتدور في تلك المناطق اشتباكات ضارية بين المقاومين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، ويوقع أيضا المقاومون يعني إصابات وقتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي حسب ما تقول كتائب القسام وأيضا سرايا القدس في تلك المناطق. هذا يأتي ندين في ظل أيضا غارات إسرائيلية مكثفة على المناطق الشمالية من قطاع غزة وتحديدا في مخيم جباليا الذي شهد اليوم قصف لأحد العيادات التابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، عندما استهدف الطائرة حربية من نوع F-16 المدخل الرئيسي لهذه البوابة ما أدى إلى سقوط على الأقل 2 من الضحايا، إضافة إلى إصابات أخرى تم نقل عدد منها إلى مستشفى كمال عدوان في تلك في مخيم جبالي إلى الشمال من القطاع. أيضا في المناطق الوسطى نادين وتحديدا في مخيم البريج والنصيرات تم استهداف على الأقل 3 منازل خلال الساعات الماضية ما أدى إلى سقوط على الأقل 7 من المواطنين ما بين ضحايا وأيضا إصابات تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة. ولكن في المنطقة الجنوبية وتحديدا في مدينة خان يونس، هذه المدينة التي تشهد عملية توغل واسعة من قبل الجيش الإسرائيلي وسط تغطية نارية كثيفة وعنيفة خاصة للمناطق الشرقية وأيضا الوسطى من المدينة وسط تصدي المقاومين الفلسطينيين للآليات العسكرية الإسرائيلية وأيضا يوقعون يعني إصابات في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي. هذه المدينة مدينة خان يونس التي نزح منها الآلاف من المواطنين إضافة أيضا إلى عشرات الآلاف من النازحين الذين كانوا نزحوا من المناطق الشمالية من قطاع غزة وتحديدا من محافظة الشمال ومن مدينة غزة وتوجهوا إلى مدينة رفح التي تكتظ حاليا بالنازحين، حيث بها المئات مئات الآلاف من المواطنين وفي ظروف إنسانية صعبة، وأيضا هناك انتشار سنتحدث على كل حال والأمراض خاصة في ظل في ظروف في المستشفيات. أنا أشكرك جزيلا في صفوف الأطفال. شكرا جزيلا لك. نعم ندين. من غزة مراسل عربية خضر الزعنون. شكرا لك. شكرا. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الوضع الصحي في قطاع غزة بات على حافة الانهيار في ظل تعرض أغلب مستشفيات القطاع للقصف الإسرائيلي. نتابع مع وسام الذهبي أبرز المستشفيات التي خرجت عن الخدمة والأخرى التي لا زالت تقدم خدماتها. المنظومة الصحية في قطاع غزة على حافة الانهيار التام، فمعظم مستشفيات القطاع باتت خارج الخدمة بعدما تحولت إلى هدف مباشر للهجمات الإسرائيلية. فوفقا لبيانات وزارة الصحة يوجد في قطاع غزة 35 مستشفى، بقي منها 4 فقط تواصل خدماتها وهي الأقصى والعودة في دير البلح وسط القطاع وناصر في مدينة خان يونس والنجار في محافظة رفح. أما آخر المستشفيات التي خرجت عن الخدمة فكان مستشفى كمال عدوان في مدينة بيت لاهيا شمالا، حيث تعرضت مولداته الكهربائية
للتفجير. وكان مستشفى كمال عدوان الوحيد الذي يعمل بكامل طاقته في شمال القطاع ليخرج الآن عن الخدمة بشكل نهائي. وفي مدينة جباليا دائما توقفت الخدمات الطبية بمستشفى اليمن السعيد بعد قصفه من الجيش الإسرائيلي، ما أسفر أيضا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وفي الشمال دائما كان مستشفى الشفاء بمدينة غزة قد توقف عن الخدمة منذ أسابيع بعد اقتحامه من الجيش الإسرائيلي وإجبار المرضى والأطقم الطبية على مغادرته. ويحصل حاليا سكان الشمال على خدمات أولية فقط في مستشفى المعمداني الذي تعرض للقصف أيضا والذي يقدم خدمات ضئيلة. جنوبا بات المستشفى الأوروبي في خان يونس يقدم خدمات جزئية فقط بعد استهداف محيطه من طرف المدفعية الإسرائيلية. نفس الشيء بالنسبة للمستشفى الكويتي برفح في الجنوب حيث تعرض محيطه للقصف أيضا. نزحنا 4 نزوحات في الشمال من النضار لمدرسة حلب لمدرسة أبو زيتون، وهينا موجودين في النادي. طبعا في رفح مش هنلاقي لا أمن ولا أمان، يعني اللي في رفح يقولون لا في لا أمن ولا أمان، يعني نفس الشمال. أنا والأطفال وعايشين على الأندومي إن أكثر من شهر، لا في كاز ولا في غاز ولا حطب، عايشين بنقيد بالنايلون على النايلون، يعني لا في حليب ولا في خدمات. بعدين السقعة والمطر والبهدلة اتبهدلنا، وطبعا الحمامات فيش حمامات نظيفة ووسخ كتير، والخدمات البلديات بتشتغلش. وعلى هذا الأساس هي الأطفال تبعينا كلهم عينين، معاهم السخون ومعاهم السهال، ومش عارفين على أن هو مستشفى نوديهم. اشتباكات عنيفة وضارية تدور في أكثر من محور في قطاع غزة. تفاصيل كل هذه التطورات مع غسان أبولوز. تطورات متصاعدة وعمليات عسكرية عنيفة، ويعني عمليات عسكرية عنيفة نتحدث عن شمال قطاع غزة في هذه المنطقة وأيضا في جنوب قطاع غزة تحديدا خان يونس. وإذا ما اتجهنا في الخارطة إلى شمال القطاع حيث ترد الأنباء سواء من كتائب القسام كما تعلن أو من الجيش الإسرائيلي، وكما ذكر مراسلون قبل قليل بأن هناك اشتباكات غير مسبوقة وعنيفة في شمال القطاع تحديدا في مدينة غزة وشمال مدينة غزة. نتحدث عن أكثر من محور وأكثر من منطقة تشهد اشتباكات عنيفة من مديات ومسافات مختلفة ومن مسافة صفر بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية على رأسها كتائب القسام. نتحدث عن الشجاعية وأيضا شارع الجلاء، ونتحدث عن الشيخ رضوان وجباليا، كما نتحدث عن مخيم جباليا، وأيضا نتحدث عن منطقة الفالوجة التي تشهد أيضا اشتباكات عنيفة في هذا المحور هذا المثلث، حيث هناك عمليات عسكرية واشتباكات عنيفة بين كتائب القسام والفصائل الأخرى من جهة والقوات الإسرائيلية. وأعلنت كتائب القسام عن استهداف العديد من الآليات العسكرية وأيضا القوات الإسرائيلية سواء كانت راجلة أو متحصنة في أبنية في تلك المناطق، وأيضا العديد من الآليات العسكرية. وكذلك ينطبق على شارع الجلاء، هناك الحديث عن من كتائب القسام عن استهداف عدد من الآليات، كذلك أيضا في الشجاعية شرق مدينة غزة حيث هناك أيضا توغلات إسرائيلية في هذه المناطق باتجاه الشجاعية، لكنها تواجه مقاومة شرسة وعنيفة جدا في هذه المناطق. وإذا ما ذهبنا إلى الشمال الغربي من مدينة غزة أيضا هناك عمليات عسكرية وهناك اشتباكات متواصلة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية على رأسها كتائب القسام. أما إذا ما اتجهنا إلى جنوب القطاع نتحدث عن خان يونس، أيضا هناك اشتباكات عنيفة في هذه المحاور. نتحدث عن هذه المنطقة التي يعني الجيش الإسرائيلي توغل في هذه المحاور منذ أيام ويحاول الضغط بهذا الاتجاه نحو بني سهيلة إلى وصولا إلى شارع صلاح الدين في هذا المحور، لكن هناك أيضا اشتباكات عنيفة ومواجهات بين كتائب القسام والفصائل الفلسطينية مع القوات الإسرائيلية
الإسرائيلية تحديدا في المناطق الشمالية الشرقية والمناطق الشرقية مع القوات الإسرائيلية، وتواصل القوات الإسرائيلية عبر مقاتلاتها باستهداف عديد من المواقع في قطاع غزة. نتحدث عن خان يونس، ونتحدث أيضا إذا ما ذهبنا إلى المنطقة الوسطى عن البريج والنصيرات وأيضا المغازي، هناك قصف عنيف متواصل لهذه المناطق إضافة إلى مناطق أخرى سواء كان في جنوب القطاع أو في شمال القطاع، وحتى وصولا إلى أقصى جنوب قطاع غزة وتحديدا مدينة رفح. مراسلتنا تحدثت قبل ساعات عن استهداف للقوات الإسرائيلية لهذه المنطقة وتحديدا الشوارع الفرعية في هذه المنطقة وهي منطقة الميراج بعد إغلاق محور صلاح الدين من منطقة القرارة. أيضا هناك استهداف للشوارع الفرعية في هذه المنطقة، وعلى ما يبدو بأن القوات الإسرائيلية تحاول عزل خان يونس عن المحافظة الجنوبية محافظة رفح. إلى غزة الآن، ومعنا من هناك المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية دكتور أشرف القدرة. دكتور أشرف، مرحبا بكم معنا في هذه الساعة الإخبارية مع العربية. أبدأ معك حول وضع مستشفيات شمال قطاع غزة، هل ما زالت إسرائيل تحاصرها؟ نعم، بالتأكيد الاحتلال الإسرائيلي لا زال يحاصر مستشفيات شمال قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يريد إنهاء المنظومة الصحية تماما في القطاع في شمال القطاع، حيث لا زال يحاصر ويقصف مستشفى كمال عدوان، وكذلك أيضا يحاصر ويقصف مستشفى العودة، وكذلك أيضا لا يسمح بوجود أي سيارة إسعاف في المناطق الشمالية لقطاع غزة، وبالتالي لا يوجد تغطية صحية تماما في المنطقة الشمالية للقطاع. يعني دكتور أشرف، نفهم من كلامك بأن كل مستشفيات شمال القطاع خرجت تماما عن الخدمة؟ نحن نتحدث عن منطقة شمال قطاع غزة خرجت تماما عن الخدمة بسبب الاستهداف والحصار، ولا يستطيع المرضى أو الجرحى الوصول إليها. مستشفى المعمداني الآن ممتلئ عن بكرة أبيه، لا يوجد أي خدمات صحية ممكن أن يقدمها الطواقم الطبية للأعداد الهائلة، والجرحى ينزفون حتى الموت. إضافة إلى مجمع الشفاء الطبي تم تدمير أجزاء منه، وحاولنا الآن فتح نقطة طبية، ولكن هذه النقطة الطبية لا تسعف الجرحى ولا تعمل على إنقاذ حياتهم لأنها لا تتوفر بها الإمكانيات والمقومات. ولذلك طالبنا كافة المؤسسات الأممية بالعمل الجاد والفوري على تشغيل مجمع الشفاء الطبي حتى وإن كان في أجزاء بسيطة منه من أجل إنقاذ حياة الجرحى. طيب دكتور أشرف، فيما يتعلق بالمناشدات أيضا لكي نفهم، بالنسبة لمساعدات طبية ومستلزمات طبية لم تتمكن من الوصول إلى مستشفيات شمال قطاع غزة بفعل المعطيات الميدانية الحاصلة أم ماذا؟ الاحتلال الإسرائيلي لا زال يتحكم في نوعية وآلية وحجم ومسار المساعدات الطبية التي تدخل إلى قطاع غزة. هو يريد إبقاء المنظومة الصحية في حالة انهيار مستمر، يمنع وصول المساعدات رغم محدوديتها، لا يوصلها إلى ولا يسمح بوصولها إلى شمال قطاع غزة، وما يصل إلى الجنوب فقط يصل إلى المستشفيات بحد أدنى وبشكل محدود للغاية. هذه المساعدات للأسف حتى اللحظة لم تلامس الاحتياجات الملحة لأقسام الطوارئ والعناية المكثفة وغرف العمليات، وبالتالي هذه المساعدات لم تغير شيئا في الواقع الصحي المنهار. وطالبنا كافة الأطراف بالعمل على توفير ممر إنساني آمن لتدفق المساعدات الطبية وفق أولويات وزارة الصحة، وكذلك إدخال الوقود ليصل إلى كافة مستشفيات القطاع، وكذلك يسمح هذا الممر الآمن بخروج مئات الجرحى يوميا، لأن أيضا هذا التكدس الكبير من الجرحى في داخل المستشفيات يعيق عمل الطواقم الطبية ولا يتوفر لهم علاج في داخل القطاع. ودكتور أشرف، المستشفيات إلى جانب تقديمها للرعاية الطبية هي أصبحت مراكز إيواء، ملاذ يعتبره النازحون مكانا أكثر أمنا من بيوتهم، من حاراتهم بفعل القصف الإسرائيلي. بعد الاستهدافات المتكررة إلى أين يذهبون؟ ما هي الخطة الآلية لدى وزارة الصحة لإيواء هؤلاء؟
للأسف لا يوجد أي ملاذ آمن في قطاع غزة، ولكن المواطنون يتجهون إلى المستشفيات بحثاً عن الاحتماء حول جدران هذه المستشفى. الاحتلال الإسرائيلي تعدى كل الخطوط الحمراء في استهداف المستشفيات واستهداف كل شيء، وهذا ينافي القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، ولكن الاحتلال ركل كل هذه القوانين بقدمه وتحت صواريخه، وبالتالي النازحين الآن في داخل المستشفيات يزدادوا فقط من أجل الاحتماء حول جدران هذه المستشفيات وليس للأمان، لأنه لا يوجد أمان في قطاع غزة في أي بقعة، رغم أن الاحتلال الإسرائيلي يشير إلى مناطق أمان، ولكن هو يخدع الناس وتفضحه هذه الخديعة عندما يقوم أيضا باستهداف الأماكن المشار إليها، فيدعي كذبا أن هناك أماكن آمنة ويقوم بارتكاب مجازر فيها، وبالتالي هذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وخاصة الذين يضطرون إلى النزوح تحت فوهة المناطق. طيب دكتور أشرف، خلال فترة أيام الهدنة تم نقل بعض المصابين والجرحى من مستشفيات الشمال باتجاه مستشفيات الجنوب، وحتى المستشفيات الميدانية التي أنشئت في الجنوب بفعل هذه الحرب. هل هذه المستشفيات قادرة على أن تحوي هؤلاء وأن توفر لهم الرعاية اللازمة بما يلزم؟ يعني مئات الجرحى وصلوا من شمال إلى القطاع إلى جنوبه، وتم تكدسهم في مستشفيات جنوب قطاع غزة، وعلى رأس هؤلاء المرضى والجرحى مرضى الأورام الذين هجروا من مستشفى الصداقة التركي تحت تهديد السلاح والقصف، وتم أيضا وضعهم في مستشفى دار السلام بخان يونس، وحاصر الاحتلال هذه المستشفى وأيضا قام باستهداف محيطها، والآن مرضى الأورام مشتتين في المدارس ومشتتين في مراكز الإيواء لا يتوفر لهم علاج، إضافة إلى هذه الأعداد الكبيرة الآن مكدسة في المستشفيات من الجرحى، هؤلاء الآن لا يوجد لهم سرير في داخل المستشفيات. طب هل من عدد محدد لديكم السريري معطيات دقيقة أو إجمالي لهؤلاء لعدد المصابين؟ نحن نتحدث عن أكثر من 5000 الآن موجود من الجرحى في داخل المستشفيات، هذه الأعداد كبيرة جدا وتفوق أكبر قدرات في أي مستشفى. الآن على سبيل المثال مجمع الناصر الطبي فيه أكثر من 1500 مريض ومصاب، مستشفى غزة الأوروبي أيضا كذلك، مستشفى دار الشهداء الأقصى كذلك، مستشفى النجار كذلك، حتى مستشفى الولادة بدل السلطان برفح أصبحت تستقبل شهداء وجرحى. هذا العدد كبير جدا الذي يسقط يوميا جراء المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. طيب، في قطاع غزة تنوء عنه تحملات المستشفيات في القطاع. ودكتور أشرف، ما وضع هؤلاء الجرحى، وهل يمكن القول بأن حالتهم تحتاج إلى العلاج حتى خارج غزة؟ نحن نتحدث عن أكثر من 7000 يجب أن يخرجوا فورا من قطاع غزة إلى الخارج. للأسف الآلية المتبعة حتى اللحظة عقيمة جدا ومقيدة لخروج الجرحى. نحن نتحدث عن أقل من 1% من الجرحى هو الذي استطاع الخروج إلى خارج القطاع، وبمشاهدة الكشوفات اليومية فقط الذي يخرج من القطاع من ما بين 10 إلى 15، في حين أن خروج حملت الجوازات الأجنبية تفوق 280 أو 300 يوميا، وهذا العدد لا يتناسب على الإطلاق مع الحجم الهائل للإصابات الموجودة في داخل القطاع. ولذلك طالبنا كافة الأطراف بالعمل على توفير آلية جديدة تضمن خروج مئات الجرحى يوميا حتى ننقذ حياة الجرحى. إذا بقوا في داخل مستشفيات القطاع أو في داخل القطاع سنفقد أرواحهم عاجلا أو بعد آجل، وبالتالي نفقد يوميا عشرات الجرحى ممن ينتظرون خروجهم إلى خارج القطاع. مستشفيات قطاع غزة لا يتوفر بها علاج لهؤلاء الجرحى، هؤلاء حالات خطيرة وحرجة ومعقدة وتحتاج إلى مراكز متخصصة لا تتوفر في داخل قطاع غزة. شكرا جزيلا لك من غزة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية دكتور أشرف القدرة. والله تعبنا واحنا بنتشرد، فيش مكان آمن، بنشوف الموت في عينينا بعدين نطلع منه، يعني قدامنا الناس بتستشهد، والله حرام. أنا نزحت من الدار لمدرسة حلب، من مدرسة حلب من فوق الطخ اشتبكت علينا طلعنا على مدرسة المعسكر اللي تقريبا عند أبو زيتون، وطلعنا من مدرسة أبو زيتون لأنهم خنقوا وحذرونا فطلعنا على نزحنا في نادي خدمة جبالية.
احنا من غزة، من غزة العزة، واحنا لقينا رموا علينا صواريخ، رموا علينا قنابل، رموا علينا غاز، رموا كل اشي علينا، يقولون اطلع الواد، طلعنا كنا في المدارس، رموا علينا وشردنا من الخوف والرعب، وجينا على الواد، من الواد على خنيونس، قالوا لنا خنيونس امان، جينا على الامان، ولا في امان ولا في حاجه، جينا على وين؟ قالوا لنا اطلع على رفح، جينا هنا عند رفح وعلى الفاضي، ولا اكل ولا شرب، ولا في هنا حاجات ولا اغراض ولا اشي واواعي في الشيء، كل شيء المصاري هنا غاليه، استغلونا واحنا هنا عند الله. ربنا شايف وعالم، احنا هنا جينا في الخيام وتعبنا وزهقنا، إن من زمان هان. الحمد لله الحمد لله، هنا عايشين في الرمل ودارنا انقشفت في الكرامة، كل الكرامة راحوا مسحوا مسح، قالوا اخلوا الكرامة خلينا رحنا على مدارس ونروح، كل المدارس قشفوها. هذه الصور ننقلها لكم لمواجهات بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة خلال الساعات الماضية. الآن إلى دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. تخزوك كيتوت الكوننون بأورف نحن كورين للציבור להמשיך ולהתעדכן בהנחיות של פיקוד העורף אלה הנחיות מצילות חיים. نحن ندعو الجمهور إلى الاستماع إلى توجيهات الجبهة الداخلية. להקשיב את כלל החטופים. نحن نقول لكم مساء اليوم أيضا بأننا مستمرون في العمل على استعادة الأسرى في قطاع غزة، وسنواصل العمل على ذلك. إلى الأسئلة. وبيمشيخ لזה אומר היום ראש המלל צחי הנגדי שלא לא יהיו יותר תמונות של הזאתים בתחתונים. هناك نشرت صور لأسرى قيل أنهم مقاتلون في حماس، لكن رئيس مجلس الأمن القومي صحيح هنيجي أشار إلى أن هذه الصور ليست ضرورية ولا يجب أن تتكرر مع تعرية الأسرى. هناك الكثير من المسلحين ويجري القتال ضد هؤلاء، البعض هم يستسلم ويكونون بين المواطنين المدنيين، هؤلاء معظمهم في سن القتال في مناطق אנחנו מורידים לה את הבגדים מכיוון שאנחנו חוששים מחבורות נפץ דבר שאנחנו עושים אותו לאורך שנים בלחימה וגם נתקלנו במקרים שאנשים התפוצצו על כוחותינו. وهذا ما حدث في مرات سابقة ونواجهه أيضا في هذه الحالة. وأيضا يتم في هذه الظروف العثور على بعض عناصر حركة حماس. يتم التحقيق مع هؤلاء ويتم إعطائهم ملابس بعد التحقق من هويتهم وإن كانوا متورطين في الفصائل. ومنهم ومن يتبين أنه ليس منخرطا في الأعمال القتالية يتم إطلاق سراحه. وهذه الصور خرجت ربما ليست بشكل رسمي، الجيش يتولى إدارة الصور التي يتم بثها بشكل رسمي، وسيتم التعامل بشكل جدي مع الصور الغير رسمية، ونطالب الجنود بالانضباط. טליה כהן, חדשות 13. הערב פרסמנו שהוקם צוות לשאלת היום שאחרי בעזה. האם צה"ל חלק מהשיחות האלה ומה עמדתו?
يوم مساء اليوم نشر أنه تم إقامة طاقم خاص سري لبحث مستقبل قطاع غزة بعد الحرب. هل الجيش جزء من هذا الطاقم؟ نحن نوصل التوصيات إلى المستوى السياسي، لكن ما بعد هو شأن المستوى السياسي؟ الجيش يطرح بالمشاركة مع مجلس الأمن القومي الخيارات التي يمكن أن يقدمها بهذا الشأن. غونز بخير أومر היום שצהל לא נמצא במצב שרצה להיות בו בנוגע לחיסול בחירי חמאס. האם אתה יכול להוסיף מדוע צהל לא הצליח עד כה בחיסול הנהגת חמאס? בעד المصادر أشار לגבי האפשרות לעשות זאת בהמשך. إلى أن בסך הכל אני מפחיד בין דרג השטח, דרג الجيش قد لا يتمكن من القضاء على قادة حركة حماس، فماذا تقول عن ذلك؟ الجيش استهدف الكثير من القادة من المستويات العسكرية والسياسية، ولدينا مهمة هي بالوصول لقادة حركة حماس، وسنعمل على تحقيق ذلك. بغض النظر عن الوقت الذي قد يستغرق ذلك، لكننا سنصل إليهم. مهمتنا هذه نقوم بها كجيش بالتعاون مع جهاز الشباك. سؤال عن الجبهة الشمالية واستهداف مواقع حزب الله. نعمل في إطار الهدوء مقابل الهدوء، لكننا لاحظنا تصعيدا، وكل تصعيد أو تهديد نقابله بتصعيد، كل تهديد يتم تصويته والقضاء عليه، يتم استهداف الخلايا حتى قبل إطلاق الصواريخ. וכל אירוע כזה נגמר או בתקיפת מפקדות מבצעיות או בתקיפת תשתיות טרור שהעדיפות שלנו כל עמלية يتم استهدافها يتم القيام بها يتم استهداف منفذيها يتم استهداف مقار قيادية مستودعات تشتيات حزب الله ونحن نمشيخ لاصوت את זה את כל האיומים שהם צמודי הגבול להמשיך ונواصل الضرب هذه البنى والقضاء عليها صعودا الى الشمال مبوצע אותו אותה פעילות טרור من أجل تحييد هذه النشاطات الإرهابية. سفينات بيام أدم بדרך لإسرائيل هيم زنخون ولما عدين لو نسا نستابولا أكتيفيت لتحل ببايا وشلا شنيا برشوتها هيم يشار الحوثيون يتحدثون عن استهداف السفن التي تأتي إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر. لو كيتات سال بعتم نراخ لشلوت برصوا بزمان شتو شوفين خيم ببتهم وبوفن كلالي ما يعد اختراع رصاد غزة. ماذا تقول عن ذلك؟ وأيضا كيف يستعد الجيش لحكم قطاع غزة بعد وقف القتال؟ يعني عليهم بصورة تمثيلية. لجبي أخوتيم وتيمان ما شكوره بمرحب هذا של باب المندب بمصرين של ايام ادم شولخين ما يحدث في باب المندب بعצם أخوتيم تكفو سفينة وأمر خطير جدا لهم كشر لمدينة إسرائيل وزي بجياء ب ما شنكرا خوفش هناك الكثير من السفن العالمية التي لا علاقة لها بإسرائيل تمر من هناك، وهذا يشكل تهديدا لحرق الملاحة العالمية. الولايات المتحدة بأسطولها الخامس أقامت فريقا خاصا من أجل ذلك، ونحن نتابع الوضع هناك استخباريا، وكل من يقف وراء جهود أو نشاطات الحوثيين واعتداءاتهم هي إيران. لذلك يجب إدراك أن القضية ليست. نقلنا لكم جانبا من المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري. أما هذه الساعة فهي مستمرة وفيها بعد الفاصل. أقل من ساعة على انتهاء اليوم الأول من التصويت على انتخابات رئاسية بمصر.
مستمرون معكم في هذه الساعة الإخبارية. نستكمل من الحدود مع لبنان، إذ أكد الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية شنت سلسلة غارات واسعة داخل لبنان طالت أهدافا لحزب الله، من بينها بنى تحتية قتالية ومنصات إطلاق ومجمعات عسكرية. كما أغارت القوات على خلية مسلحين حاولت إطلاق قذائف مضادة للدروع نحو إسرائيل. في الجليل الغربي اعتراض الجيش مسيرتين اخترقتا المجال الجوي الإسرائيلي من داخل لبنان. بدورها أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل تعرض برج مراقبة داخل أحد مواقعها في جنوب لبنان للقصف يوم أمس. قالت القوة في بيان إن القصف خلف أضرارا مادية دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أن مصدر إطلاق النار على برج المراقبة قيد التحقيق. وحذرت القوة الأممية من تزايد احتمالات حدوث خطأ في التقدير، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى نزاع أوسع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. إلى مصر، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام سير عملية التصويت في كافة لجان الاقتراع. أضافت أن المقار الانتخابية شهدت إقبالا كثيفا وغير مسبوق من الناخبين في مختلف المحافظات. أشارت هيئة الانتخابات إلى أنه تم الدفع بمزيد من أعضاء الهيئة القضائية إلى لجان الفرعية لتخفيف الزحام وتسريع وتيرة التصويت. هذا وطالب مرشح الانتخابات الرئاسية المصرية حازم عمر، طالب المصريين بضرورة المشاركة بفعالية في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم. فيما أكد المرشح الآخر فريد زهران أن الاستحقاق الدستوري وانطلاق الانتخابات خطوة مهمة للدولة تكتمل مع انتهاء الأيام الثلاثة للتصويت وإعلان النتائج. أنا بقول اللي بيأيدني واللي بيعارضني، اللي عاوزني واللي مش عاوزني، انزل. الشعب هو السيد وهو الذي يختار وله القرار. انزل في ستارة وفي صندوق، حط اختيارك علشان تفرض إرادتك. زي ما شفنا سير العملية الانتخابية نفسها والمناخ السياسي والمناخ التشريعي والإجراءات العملية الانتخابية طوال منذ أن فتح باب الترشيح، النهاردة برضو مشهد مهم اللي هو بدء عملية الاقتراع والتصويت، وده مش هيكتمل المشهد بالنسبة لنا إلا مع اكتمال الثلاث أيام وعمليات الفرز وإعلان النتائج. من الجيزة تامر نصرة مراسل عربية. تامر، مرحبا بك معنا في هذه الساعة الإخبارية على العربية. آخر مشاهداتك في اليوم الأول من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية وتحديدا في الجيزة حيث أنت. أقل من 20 دقيقة الآن وتغلق مراكز الاقتراع في عموم جمهورية مصر العربية في اليوم الأول من الاقتراع الذي يستمر على مدار 3 أيام يا نادين. وعموما بدأت الحركة يعني تقل في لجان الاقتراع في الساعة الأخيرة. هذا حدث في معظم المناطق الحضرية في محافظة الجيزة. ربما المناطق الريفية اختلفت في هذا الأمر، أن الكثافة كانت في الساعات الأولى من الصباح أكثر من المناطق الحضرية طبقا لعدد من الزملاء الذين قاموا بتغطية هذه المحافظة. كذلك لأن الجيزة بالذات تنقسم إلى يعني مناطق حضرية وريفية بعكس القاهرة على سبيل المثال. لجان الوافدين على سبيل الخصوص في محافظة الجيزة وفي محافظات أخرى شهدت زخما كبيرا، ربما يكون ذلك لقلة عددها وبالتالي لوجود عدد من الوافدين بالذات في محافظة مثل الجيزة ومحافظة مثل القاهرة والإسكندرية كذلك بها الكثير من الوافدين. أيضا عدد من مدن القنال بهم من مدن قناة السويس بها أيضا الكثير من الوافدين. تلك اللجان بالذات كانت هي الأكثر ازدحاما إذا ما قورنت بغيرها. مسألة الازدحام رصدناها منذ بداية اليوم، كانت أكثر كثافة في الساعات الأولى من الصباح، ثم حدث نوع من الهدوء فترة الظهيرة، وما بين الثالثة والرابعة وهو وقت الراحة للجان كان هناك زحام كبير أدى إلى وجود عدد كبير من المواطنين انتظروا، منهم من انتظر لساعة كاملة. فمن الواضح أن مسألة الساعة الراحة من الثالثة إلى الرابعة بالتوقيت المحلي لم تكن معروفة للكل، فبالتالي من جاء أصر على البقاء بدلا من أن يذهب ويعود مرة أخرى، فربما خلق هذا نوع من الصورة التي بدأ
بدت أكثر ازدحاما مما كان سيكون الوضع لو كانت بدون الساعة الراحة أو بدون التكدس في هذا الوقت. واضح جدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات عندما قامت بالدفع بعدد من القضاة الاحتياطيين أن هذا كان رد فعل للإقبال الذي وصف من قبل رئيس المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في المؤتمر الصحفي أنه إقبال تاريخي غير مسبوق، قارنه ب 2014، ربما كان يقصد اليوم الأول باليوم الأول لأنه قال أن هذا كان أكثر من 2014 بكثير. هذا أيضا دفع بعض المراقبين لأن يذكروا هذا في تقريرهم أن كان من الأفضل لو كان هناك عدد أكبر من المشرفين على عملية الاقتراع لتيسيرها بصورة أسرع. تفضلي نديم. من محافظة الجيزة تامر نصرت مراسل عربية، شكرا جزيلا لك. أما الآن إلى طاهر بركة وملفات الساعة الثانية من العالم الليلة. ماذا لديك طاهر؟ مساء الخير. شكرا لك نادين. مساء النور. في الساعة الثانية من العالم الليلة نتابع من غزة طبعا. أولا تصريحات حماس التي أكدت فيها اللا إفراج عن الأسرى بلا مفاوضات. نتابع مع مراسلنا من غزة تطورات الأوضاع الميدانية هناك وسط ارتفاع أعداد القتلى إلى أكثر من 18,000. وإلى مصر التي تجرى فيها عمليات اقتراع لانتخاب رئيس جديد في الساعة المقبلة، سوف تغلق صناديق اليوم الأول من الاقتراع كما أشار تامر قبل قليل، وسنتابع مجريات اليوم مع مراسلنا أيضا من هناك. نكمل من السودان حيث الأمم المتحدة تحذر من خطر توقف المساعدات بسبب نقص التمويل. عودة إليك نادين. أما هذه الساعة فهي مستمرة وفيها بعد الفاصل. العصير في ولاية تينيسي الأمريكية تسفر عن مقتل 6 أشخاص. ولدينا أيضا الحكومة الأسترالية تحذر السكان من موجة حارة تضرب بعض الأقاليم. مستمرون معكم في ساعتنا الإخبارية، حلقة جديدة من التوتر بين الصين والفلبين في جزيرة لا تكتر على الخريطة. احتكاك بين سفن صينية وفلبينية باستخدام مدافع مائية قد يفجر الوضع في أي لحظة. في خلفية الصراع بالتأكيد حرب النفوذ بين واشنطن وبكين في بحر الصين الجنوبي. صراع بمدافع المياه في بحر الصين الجنوبي قد يتطور إلى قتال بمدافع النار بين الصين والفلبين سعياً لسيطرة على جزيرة ساكن توماس شول كما تسمى. في التفاصيل، أبلغت مانيلا عن هجوم نفذه خفر السواحل الصيني باستخدام مدافع مائية استهدف 3 سفن فلبينية واصطدم بإحداها. الهجوم تسبب في أضرار جسيمة بمحرك السفينة المصدومة. الرواية الصينية للحادث تتهم خفر السواحل الفلبيني بتجاهل تحذيرات متكررة، حيث دخلت سفينتان فلبينيتان بشكل غير قانوني المياه المتاخمة لمنطقة شعاب ريناي المرجانية في جزر نانشا. لعبة القط والفأر بين الصين والفلبين في أعالي البحار تخفي صراعاً مريراً للاستحواذ على سكن توماس شول، الجزيرة المرجانية التي تتشكل على هيئة قطرة دمع وتقع في منطقة مياه ضحلة تعبر منها تجارة سنوية تقدر ب3 تريليونات دولار. مانيلا وفي سبيل الدفع بأحقيتها على الجزيرة دفعت بسفينة حربية قديمة عام 1999 إلى الجزيرة وهي متوقفة هناك منذ ذلك الحين. الصين من جهتها لا تتوقف عن المطالبة بسيادتها على منطقة بحر الصين الجنوبي بما فيها جزيرة سكند توماس شول. تطورات تأتي في وقت وصفت ماري كاي كارلسون سفيرة الولايات المتحدة لدى مانيلا سلوك الصين بأنه اعتداء يقوض مبدأ التجارة الحرة والمفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ. إسناد أمريكي للفلبين يدعمه إجراء نحو 500 تدريب ومناورة حربية منذ مطلع العام الجاري بين جيش الفلبين وجيوش الحلفاء. إذن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يقول الناخبون الأمريكيون بأنهم لا يرغبون في مشاهدة المنافسة التقليدية بين بايدن وترامب وفق فوكس نيوز. روان حمزة تطلعنا على مزيد من التفاصيل. مساء الخير روان. سنور نادين.
المعارك السياسية التقليدية في الساحة الأمريكية لم تعد تستهوي الناخبين الأمريكيين، فأغلبهم غير متحمسين لتنافس بايدن وترامب في سباق 2024. وفقاً لاستطلاع نشرته فوكس نيوز، فإن نحو 32% من جميع الناخبين متحمسون لأن يصبح بايدن مرشح الحزب الديمقراطي، فيما نحو 37% من جميع الناخبين متحمسون لترشح ترامب عن الجمهوريين. أرقام يقول خبراء استراتيجيون في الانتخابات واستطلاعات الرأي بأنها تمثل عزوفاً وعدم رضا الناخبين عن كلا المرشحين. لكن رغم أن سيناريو إعادة معركة انتخابات 2020 بين جو بايدن ودونالد ترامب يمثل كابوساً لأغلبية الأمريكيين، الناخبون وفقاً لفوكس نيوز يبحثون من جانب على خيار أفضل من بايدن، والعائق أمامه كبر سنه وعدم أهليته لشغر المنصب مجدداً. أما ترامب فأمامه القضايا القانونية والملاحقات القضائية. ومع هذا يبقى السيناريو الأكثر ترجيحاً هو رؤية الرجلين يتنافسان مجدداً في الانتخابات القادمة وفقاً لاستطلاع جديد أجرته إبسوس. فقد تقدم ترامب بأكثر من 40 نقطة على المستوى الوطني عند استطلاع الرأي ضد أقرب منافسي رون دي سانتس ونيكي هيلي. أما في استطلاع رأي أجرته كلية الحقوق بجامعة ماركيت، حصل ترامب على 57% من الأصوات عندما واجه جميع منافسيه من الحزب الجمهوري. وعند مواجهة ترامب مع المرشح الأوفر حظاً دي سانتس، قفز دعم الجمهوريين لترامب إلى 65%. أما بمواجهة هيلي فحصل ترامب على 70% من الأصوات. مع هذا تبقى حظوظ ترامب بمواجهة بايدن أقوى، خاصة وأنه تفوق في 5 من أصل 6 ولايات حاسمة وفقا لاستطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز. فالتأييد لأداء الرئيس الأمريكي الحالي ينخفض إلى أدنى مستوياته، فنحو 47% من المشاركين باستطلاع وول ستريت جورنال يقولون إنهم سيدلون بأصواتهم لصالح ترامب، مقابل 43% لصالح بايدن. هذا كان كل ما لدي، عودة إليك نادين. شكرا لروان. نذهب مباشرة إلى واشنطن، مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك بيير. بيير، يوم أمس وبنفس الوقت كان حديثي معك غير، كنا نتحدث عن تفوق لترامب في استطلاعات الرأي. اليوم الناخبون الأمريكيون لا يريدون هذه المنافسة التقليدية بين ترامب وبايدن، ما الذي يريده إذن الناخب الأمريكي؟ يريد ملهما وهو ليس موجودا. لو عدنا إلى تاريخ الانتخابات الأمريكية فهو يشبه إلى حد كبير جدا تاريخ الانتخابات في أي بلد آخر. الناخب الأمريكي يريد أن ينظر إلى مرشح أو مرشحة يكون شخص ملهم يستطيع أن ينظر معه الناخب الأمريكي إلى المستقبل. ولكن هذا السؤال لو طرحه الناخب الأمريكي على نفسه عندما ينظر إلى جو بايدن وقد أصبح في 81 من عمره، أو إلى دونالد ترامب وقد أصبح أيضا في أواخر سبعيناته ولديه المشاكل القضائية الكثيرة، فإن الجواب هو أن ليس هناك مرشح ملهم للناخب الأمريكي. وفي هذه الحالة بيير، هل ستظل محور حلبة الصراع السياسي وحتى في الانتخابات دائما يعني كأنه صار جزء من ثقافة أمريكا، جمهوري ديمقراطي لا غير؟ النظام الانتخابي الأمريكي يفرز إلى حد كبير جدا نظام الحزبين، وبالتالي سوف نرى دائما الرئيس أو المرشح الديمقراطي مقابل المرشح الجمهوري، وهذا يفعل الكثير في الحياة السياسية وفي الاستطلاعات وأيضا في عملية الانتخاب، لأن الأمريكيين مقسومين لنقل بنسبة ثلث من الديمقراطيين والثلث الآخر هم من الجمهوريين وهناك الجزء الآخر من المستقلين. طب بيير، ما الذي نجح به بايدن ما لم ينجح به ترامب، وما الذي فشل به بايدن ولم يفشل به ترامب؟ أولا أعاد بايدن نوع من الهدوء إلى العمل في البيت الأبيض.
لقد شهدنا الكثير من الاضطراب خلال عمل الرئيس ترامب في البيت الأبيض، كان يطرد الوزراء بتغريدة على تويتر. هذا الأمر لا يحدث مع بايدن، ولم يحدث أصلا أنه استغنى عن أحد المقربين إليه. لديه فريق عمل متناسق جدا، ولديه اقتصاد متماسك جدا، ولديه أيضا سياسة خارجية أقله ابتداء من العام 2022 هي متماسكة إلى حد كبير جدا. الرئيس ترامب تمكن من جهة أخرى أن يخرج الاقتصاد الأمريكي من اقتصاد كان مصاب بنوع من فقر الدم خلال سنوات الرئيس أوباما. كان باستطاعة أوباما أن يفعل الكثير للاقتصاد الأمريكي، لكنه امتنع عن ذلك، وجاء ترامب وأعطى دفعة هائلة للاقتصاد الأمريكي. لذلك عندما يتذكر الأمريكيون أيام ترامب يقولون أن كانت هناك بحبوحة. لذلك الكثيرون يريدون العودة إلى ترامب لأنهم يريدون هذه البحبوحة مرة أخرى. شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل عربية بيير غانم. تسلم ابنان ناشطة الإيرانية المسجونة نرجس محمدي جائزة نوبل للسلام نيابة عنها، وذلك في حفل أقيم بالعاصمة النرويجية أوسلو. حصلت محمدي على الجائزة لعام 2023 تقديرا لنشاطها على مدار عقود في مجال حقوق الإنسان والحريات، رغم اعتقالها مرات عدة من قبل السلطات الإيرانية. أنتقل الآن إلى لميس إبراهيم ومعها أخبار الطقس. مساء الخير لميس. مساء النور نادين، أهلا بكم. نبدأ من غزة، حيث من المتوقع أن تتأثر بفرص تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانا، تستمر على فترات خلال ساعات الليل. ويكون الطقس باردا نسبيا بوجه عام، من شأنه أن يزيد من معاناة النازحين الذين يعانون من أوضاع إنسانية كارثية في مراكز الإيواء أو في الخيام أو حتى في الشوارع. أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد تؤثر على عدة مناطق شمال ليبيا، تحديدا مناطق بنغازي وطرابلس ومصراتة. ومن المتوقع استمرار فرص الأمطار نتيجة منخفض جوي يتمركز شمال ليبيا، فيما حذرت الأرصاد من ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات وجريان الأودية. أسفرت العواصف والأعاصير الشديدة في ولاية تينيسي عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة حوالي 20 شخصا، وتسببت بأضرار واسعة النطاق مع انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان. كما تسببت الرياح العاتية في اقتلاع الأشجار وقلب المركبات، فيما حثت السلطات السكان على البقاء في منازلهم. وإلى أستراليا التي تتأثر بموجة حارة، دفعت السلطات إلى توجيه تحذيرات للسكان. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد أن تصل درجة الحرارة القصوى في سيدني إلى 40 درجة مئوية، أي أعلى من متوسط درجات الحرارة في مثل هذا الوقت من العام بما يقرب من 15 درجة مئوية، فيما أدت موجة الحر إلى زيادة خطر حرائق الغابات. في نهاية الساعة الإخبارية لم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين. العربية تدخل قلب خان يونس وتوثق المواجهات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حماس. نتنياهو يعلن استسلام العشرات من الحركة، وحماس تقول إن إسرائيل لا يمكنها استعادة محتجزيها دون إحياء مفاوضات. للمرة الثانية قصف إسرائيلي يستهدف مركزا للجيش اللبناني، ويونيفيل تحذر من استخدام مواقعها لشن هجمات.
توتر جديد في بحر الصين الجنوبي. الفلبين والصين تتبادلان اتهامات بشأن اصطدام سفينتين. قبل نهاية النشرة نذكر بأن شبكة العربية الإخبارية أطلقت العربية بزنس كخدمة استثنائية لجمهور المال والأعمال، وذلك عبر أجهزة التلفزيون من خلال البث على القمر الصناعي أربسات ومنصة شاهد ويوتيوب، وكذلك عبر خدمة البث المباشر من خلال موقع العربية دوت نت. طاهر بركة سيكون معكم بعد قليل، إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.